الدكتور مفتاح محمد جعية بالعيد، أستاذ مشارك بقسم الصحافة كلية الفنون والإعلام، مدير مكتب الدراسات العليا والمعيدين بالكلية. بكل تأكيد أن للصحافة دور كبير يتضامن مع نفس الدور التي كانت تلعبه، فالصحافة الإلكترونية أصبحت تدخل كل بيت ويستطيع العمل بها كل الشرائح المجتمع من المتعلم وغير المتعلم، وبالتالي التطور التقني الكبير أصبح له دور واضح وجلي في التأثير، وأصبحت دخولها أكثر من وتعاملها مع المجتمع والجمهور أكثر بكثير مما كانت عليه سابقا لسهولة التواصل عبر الصحافة الإلكترونية والرقمية وتعدد أجهزة التواصل كالموبايل وكالأجهزة الحاسوب وغيرها، مما أتاح الفرصة أمام الجمهور للتعامل، وكذلك عن محتوى المتلقي أصبح المتلقي لديه فاعلية أكبر في التعامل مع الجمهور ونقل الأحداث، حتى أن أصبحت تظهر ما يعرف بصحافة المواطن والمشاركة أكبر من قبل المتلقي في صنع الأحداث أو في صنع الأخبار إن صح التعبير. في الماضي والحاضر للصحافة دور كبير في معالجة الأزمات، فهي دائما تعمل كواتش دوغز كما يقال، وحارس للجمهور لمعرفة ما يحدث ومتابعته وتقديم وجبة معلوماتية كاملة للمتلقي، وكذلك هي تعمل كرقيب على السلطات، كافة السلطات التشريعية وحتى القضائية أحيانا، وكذلك السلطات التنفيذية لصالح المجتمع ولصالح المواطن، بالتالي لها دور كبير في هذا الجانب في أثناء الأزمات بالذات. يعني حقيقة لابد للصحفي الجديد والآن والصحفي المحترف أن يواكب التطورات التقنية الجديدة. لا مجال الآن، لا يستطيع الصحفي التقليدي الذي لا يعمل إلا على مستوى النوتة والقلم أن يجاري الصحافة وتطورها، عليه أن يأخذ بأسباب التقدم، عليه أن يتعامل مع الأجهزة الحديثة الآن والتطور الكبير لكي ينافس، وإلا سيصبح خارج حلبة المنافسة. لا يمكن أن يكون للصحفي المحترف إلا أن يأخذ بأسباب التقنية الجديدة ومعرفتها معرفة دقيقة، والتطور وتطوير نفسه عبر دورات احترافية كبيرة حتى يستطيع أن يقدم معلومة جيدة وأن يقدم عمل صحفي جيد يمكن أن يقبله المتلقي، خاصة في ظل التطور الكبير وتوافر المعلومات بشكل كبير أمام المتلقي الآن. الآن نحن في غابة من المعلومات كبيرة جدا، المتلقي أمام خيارات كثيرة جدا، أمام شاشات التلفزيون، أمام الشاشات الرقمية، أمام المستمع، أمام كل هذه الأمور، وبالتالي لم يأخذ الصحفي بالتطور فيصبح خارج المنافسة حقيقة. بالإضافة للمهارات السابقة، هو عادة المهارات السابقة في التحرير وفي الإخراج وفي غيرها توظف بناء على دراسات علمية توظف لصالح الآن، لكن لابد كما أسلفنا الذكر لابد أن تكون هناك تطور، ولابد أن يكون للصحفي الجديد مهارات التعامل الدقيق مع التقنية الحديثة في التصوير الحديث، في الكتابة، في التعامل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة الرقمية على وجه الخصوص لإحداث تحقيقات لإحداث نقلة نوعية أو لإحداث تقديم معلومة وتحقيق سبق صحفي. الآن السبق الصحفي أصبح أصعب ما يكون على المتلقي نظرا لوجود الأحداث متاحة أمام الجميع وسرعة نقلها لوسائل الإعلام. يعني الآن المواطن العادي يستطيع أن يحقق سبق صحفي بصورة صحفية بتغطية إخبارية معينة، ولذلك لابد للصحفي أن يوظف معرفته في وقدراته ومهاراته في تحرير الأخبار وتحرير وتغطية الإعلامية في شتى أنواع الفنون الصحفية للمستقبل أو عن طريق التقنية الحديثة بشكل أفضل وجيد، ويتمكن من توظيف تلك التقنيات بشكل أفضل حتى يستطيع أن يقدم وجبة معلوماتية جيدة للمتلقي. فهم التكنولوجيا الحديثة، لابد للصحفي الآن أن يفهم وأن يكون يعني على بينة إن صح التعبير، على حرفية من التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة. شخص لا يتعامل الآن مع أجهزة الحاسوب ولا يتعامل مع أجهزة التصوير الدقيقة الحديثة هو يصبح خارج المنافسة وسيسبقه الزمن. هو حقيقة نحن نحتاج إلى إعادة تطوير للبرنامج العمل الماجستير في الصحافة، من ضمنها هناك ما يعرف بصحافة المجتمع، لابد من إدخال مقررات تدرس صحافة المجتمع وتبني العلاقة بين دور الصحافة والمجتمع، أيضا صحافة وعلاقتها كموضوعات تندرج من ضمن بعض المقررات الصحافة وحقوق الإنسان، نحن في حاجة ماسة لدراسة هذه الأشياء. أيضا التحليل وعمق التحليل والبحث عن ما وراء
الأحداث في جانب التحليل لزيادة مهارات الصحفي بشكل تحليل الأحداث وربطها بالجوانب الأخرى، إضافة إلى التصميم، تصميم المطبوعات، نقصد هنا تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم الجانب الإلكتروني والتركيز على هذا الجانب لمواكبة ولإضافة مهارات أخرى لطالب الدراسات العليا في مواكبة العمل الإلكتروني والصحافة الإلكترونية الحديثة والتطور الإلكتروني لإضافة مهارات أخرى له بشكل أو بآخر. حقيقة العالم المتقدم يوظف وسائل الإعلام في 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 طرق التدريس، وهذا هو الجانب العملي بشكل كبير. أولا على المستوى النظري لابد أن تتاح لطلاب الدراسات العليا، وأنا أتحدث عن طلاب الدراسات العليا بالدرجة الأولى، أن تتاح إمكانية المناقشة والتحليل لطالب الدراسات العليا بدلا من طريقة التلقين. يعني نحن نعمل على هذا الجانب الآن في برنامج الدراسات العليا، ولكننا نود أن نزيد من هذا الأمر حتى يتحول الطالب إلى مكون لهذا العمل أو للمادة العلمية، كذلك يتحول إلى مناقش مع زملائه ومع الأساتذة، بحيث أن ننمي مهارات التحليل ومهارات الاستقراء والاستنباط والبحث العلمي لديه بشكل أكبر لمعرفة ما يدور من حوله. كذلك هناك طريقة أخرى وهي يجب أن يأخذ بها في هذا في البرنامج الدراسات العليا للماجستير، وهي طريقة توظيف أو الاتفاق مع وسائل الإعلام بحيث يصبح وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والإلكترونية، الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى الفضائيات الموجودة والمتاحة أمامنا وخاصة الآن بشكل كبير، بحيث أنها تمكن طلاب الدراسات العليا بأن يمارسوا طريقة عملية في الإعداد والإخراج والتحرير والإعداد الصحفي والمقابلات الصحفية وإجراء التحقيقات الصحفية المعمقة، حتى يسقل يكون هناك صقل لمواهب هؤلاء الطلاب، وبالتالي يمتلكوا مهارات أخرى إضافية من ناحية التطبيق ويقارنها بالمهارات الموجودة في التدريس حتى تكتمل المهارة بشكل أفضل ويكون الناتج والمخرج بشكل أعلى في من ناحية العمل الصحفي. الرؤية البصرية أو التلقي البصري في الآونة الأخيرة كنتاج للتطور المعلوماتي والتطور التكنولوجي أصبح يكبر أكثر بكثير عن التطور المطبوع والورقي. هذا الأمر يتطلب منا أن احنا نواكب هذا التطور، واعتقد أن تعريف الصحافة التلفزيونية الأول لم يعد يجاري الأحداث، لأن الآن عن طريق اليوتيوب، عن طريق المعاملة عبر الإنترنت، المتلقي أو سيرى وسيسمع وسيشاهد العديد من الأشياء الأخرى الخارج نطاق العملية التلفزيونية التي كانت تقليدية المعروفة. وبذلك أعتقد أن نحن لابد أن نبحث عن مهارات جديدة ننميها عن طريق التعامل مع الصورة وتدريس فن الصورة وكيفية التعامل وكيفية تحليل الصورة. هناك علوم كثيرة ودراسات كثيرة في هذا المجال، كيف تحلل الصورة، كيف تستفيد من الصورة، وهذا هو بيت القصيد في أي شخص متخصص في علم الصحافة والإعلام، عليه أن يعرف ما وراء الصورة وكيف نوظف الصورة وكيف نحلل الصورة، سواء كانت في الأبعاد والمحتويات التي تقدمها الصورة أو سواء كان التعامل مع تلك الصورة بحيث أن احنا نقدم صورة جيدة. هذه مهارات مطلوبة بشكل كبير الآن في طلاب الدراسات العليا حتى على مستوى مرحلة البكالوريوس، وبالتالي نعتقد أن احنا في حاجة للترتيب هذه الأمور بشكل آخر. نحتاج إلى أن نوظف وسائل الإعلام كما سبق قلت للتعليم والجانب التطبيقي بشكل أكبر، إضافة إلى طرق تحليل المحتويات الإعلامية بشكل أو بآخر، وإضافة مهارات أخرى للقراءة وللاستماع والمشاهدة، وكيف نحن نركز على المهارات الأربعة المعروفة وهي القراءة والاستماع والمشاهدة، وكيف نوظفها في العمل المرئي والإعلامي لدى قائمين بالصحافة. هذه مهارات أعتقد أنها مطلوبة، بالإضافة إلى توظيف وسائل الإعلام كما سلفت الحديث لتمكين الطلاب من الاستفادة منها، وإضافة مهارات أخرى سواء كانت عملية حرفية أو كانت من ناحية نظرية. أنا أنصح كل الأساتذة وكل الزملاء الأساتذة وكل الطلاب بأن أولا القراءة فهي الأساس، القراءة لابد من القراءة، وحتى القراءة الورقية هي أساس ولابد من الاعتماد عليها، لكن هذا لا يعني أننا نترك الجانب التقني. كذلك لابد تطوير المهارات بدورات تدريبية وحرفية بشكل مستمر، سواء كنا نحن كأساتذة أو كان طلاب، لابد من دورات تدريبية مستمرة لرفع من مستوى الأداء لدينا نحن والرفع من مستوى المعرفة لدى طلابنا. لابد من التطوير والتدريب، وخاصة في التنمية المستدامة والتنمية البشرية التي نحن في أمس الحاجة لمواكبة التطور فيها من ناحية تقنية.